في إطار حرص دولة الكويت الدائم على دعم الشباب ومشاريعهم وبحضور وزير الإعلام محمد الجبري، أقيم حفل افتتاح المشاريع الشبابية في سوق المباركية. وأكد وزير الإعلام رئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية أن إقامة هذه الاحتفالية في هذا المكان التاريخي تؤكد رؤية القيادة العليا لأهمية المشاركة الشعبية التفاعلية بالأنشطة الاقتصادية في الاحتفالات الوطنية لتشجيع أصحاب المبادرات من الشباب. في المباركية وبالتحديد شارع الصراريف تم افتتاح المشاريع الشبابية الكويتية للسنة السادسة، والذي حظيت برعاية سامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وقد افتتح وزير الإعلام محمد الجبري فعاليات هذا المعرض الشبابي دعما لهذه الفئة في مسيرة إشراكهم في خطة التنمية الشاملة للبلاد. أول شيء أرفع تحية وتقدير وشكر لسمو الأمير الله يحفظه باسم كل هالشباب المشاركين وأهلهم، لأنه قاعد يفتح مجال حق اللي ما يلقون وين يروحون يعرضون، ولو يعرضون يعرضون في أماكن يأخذون عليهم فلوس غالي يعني. فحب إن الله يطول عمره يشارك يعني يعينهم، وأمر في عمل هالسوق في فترة احتفالات بالأعياد الوطنية، وهذا السوق السادس بالنسبة لهم، وما شاء الله يعني زيادة الطلب على الحصول على البوثات زادت عندنا. يعني صاحب السمو عسى الله يحفظه يعني مو بس هذه الرعاية، يرعى جميع ما هو في مصلحة الكويت وشباب الكويت. اليوم احنا استمتعنا في وجودنا في المعرض، ووجدنا الحماس اللي في الشباب لتقديم مشروعاتهم صغيرة يعني. هذا الدعم يؤكد رؤية القيادة العليا لأهمية المشاركة الشعبية التفاعلية بالأنشطة الاقتصادية في الاحتفالات الوطنية لتشجيع أصحاب المبادرات من الشباب الذين توليهم الدولة جل الرعاية والدعم والاهتمام. وقد تجسد ذلك خلال الجولة التي قام بها وزير الإعلام للعارضين من الشباب. أول شيء أحب أشكر حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه على دعمه للمشاريع الشبابية، وأنا بالنسبة لي هذه مشاركتي الخامسة، وما شاء الله يعني كل سنة قاعد أشوف سنة عن سنة في تطور وفي مشاريع شبابية جديدة قاعد تطلع. ثاني مشاركة لي بمعرض المباركية، أشكر صاحب السمو أمير البلاد شيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على دعمه لنا كإحنا كطاقات شبابية. نشكر صاحب السمو أمير البلاد على رعايته لنا كشباب، والمعرض جدا جميل وحضوره قوي صراحة. أبو صاحب السمو على أن أعطانا هذه الفرصة اللي صراحة قدرنا نبين مواهبنا ونبين شغلنا. هذا المشروع الشبابي الكويتي يؤكد دعم واحتضان وتنمية المواهب والمشاريع الشبابية ودعمهم في جميع المجالات. معرض المشاريع الشبابية، هذا المعرض الذي له دلالات عدة، ومنها الرعاية الكريمة والسامية من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت.